السلام عليكم. اليوم الأول من يناير 2021، طبعا في شهر يناير نقلم أشجار الحمضيات. كما كررنا من قبل أن الحمضيات ليس لها تقليم جائر مثل التين واللوزيات، وإنه مجرد تقليم تنظيف فقط لا غير. يعني الأغصان اليابسة تقص، الأغصان إذا كان في داخل أول، لو نسيت تصور من أول شيء كان هذا ما تدخل الشمس، فتحنا شوي عشان تدخل الشمس للشجرة في الشتاء وتطلع نموات جديدة وتغطي في الصيف، لأنه إحنا ما يصلح نفتح مثل ما يقولون قلب الشجرة في السعودية في القصيم، ومناطق حارة جدا، فما نخلي الشجرة مثل كذا مفتوحة. هذا كذا مفتوحة كويس في مصر، في شمال مصر حتى، لكن في جنوب مصر يكون حرارة عالية، كذلك في السعودية في وسط السعودية حرارة عالية. ففتح قلب الشجرة في المناطق شيء تبرد مثل سوريا والشمال هذا وتركيا، لأنهم يتمنون بس يجيهم شمس، يتمنون الدفء البسيط. الحرارة في الصيف 30 الكبرى، احنا الحرارة في الصيف هنا تصل 50 في بعض الأيام، لكن المعتاد أنها بالأربعينات. فهنا نشوف الحين وصيت العامل أنه يقلم فقط الأغصان اليابسة، وفي أغصان هنا أنا سويتها لأنه خاف يفوز علينا، فتحنا قلب الشجرة شوي، ولأنه ستظهر نموات إن شاء الله جديدة مع بداية هذا الشهر، يعني من يناير وفبراير راح تنمو. هنا الأغصان اليابسة يكون لها عدة أسباب، إما ملوحة زائدة مثل عندنا هنا ملوحة 2000 تقريبا، والحمضيات تحب الملوحة من 1000 تحت تحمل إلى 2500، تحمل إلى 3000، لكن من 2500 تحت هو الأفضل. ونقص الأغصان اللي طايحة تحت والأغصان اللي مايل، يعني شيء ترتيب فقط لا غير. إذا تحب إنه مطوم ممكن تقص القمم النامية. شكرا لكم.